تصريحات الوزير اليوم 30 مارس وتصريحاته بسبب زيادة موجة فيروس كورونا والأنباء اللي تداولت حول مواقع التواصل الاجتماعي على إلغاء الترم الثاني واستمرار الترم الأول فقط اعتماد نتيجته يعني، وكمان في مجموعة من الهدايا اللي قدمها الأولى وثانية ثانوي، يعني حاجة أعتقد إنها كويسة إلى حد ما، واتكلم عن الامتحان التكميلي الابتدائي وإعدادي واتكلم على كل التفاصيل الامتحان المجمع لأولى وتانية سنة. ما تنساش اللايك، ولو ما كنتش تشترك اشترك معايا في القناة، ولو عندك تعليق سيبهولي وانا هرد عليك ان شاء الله. طبعا هدية من وزير التعليم في امتحانات أولى وتانية سنة. البيان بيقول أصبحت مصر على اعتاب الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وتخطط الإصابات حجز 600,000 إصابة، وهو ما جعل أولياء الأمور في قلق وحيد، وخاصة مع وجود امتحانات شهرية لطلاب النقل داخل لجان مدرسية، فيما أن الامتحان أمرا ضروريا فسيحضر جميع الطلاب، وخوفهم أن يكون من بين هؤلاء الطلاب طالب أو أكثر مصابا بكورونا ولم يكتشف عن الأمر خوفا من رسوب. طبعا ده مجموعة من الأهالي، ده زي ما قلت قبل كده وأنا عملت فيديوهات قبل كده، دي الأهالي بعتوا رسالة لوزير التربية والتعليم، الخوف إن هم لما ينزل الامتحان المجمع هيكون في إصابات بفيروس كورونا. هنشوف رد الوزارة ورد وزير التعليم في تصريحاته اليوم. وفي هذا السياق أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أنه سيتم تأجيل امتحانات شهر أبريل لأي شخص مصاب بكورونا أو أي سبب مرض آخر ويقدم ولي أمره ما يثبت ذلك، وليس فقط امتحان أبريل بل نفس الشيء في امتحان مايو. يعني شباب أي حد هتجيله ظروف في شهر أبريل أو شهر مايو من حقه أنه هو يقدم ورقة لوزارة التربية والتعليم. وقال شوقي من لا يستطيع حضور الامتحان فيكون هناك امتحان تكميلي له قبل نهاية العام في نفس محتوى الامتحان الذي امتحن فيه زملائه. كان ذلك رد وزير التعليم طبعا رد على أسئلة أولياء الأمور في إحدى الجروبات التعليمية. يعني ببساطة كده عشان أطلع من النقطة دي، لأن في نقطة هامة جدا يا ريت بس تتابع معايا الفيديو الآخر عشان توصل لكل النقطة. اختصار كده، اي حد ايا كانت الظروف هتقدر تثبت ان انت حصل لك اي ظروف، فبالتالي انت هتقدر تعمل عذر وهتمتحن، هتلغي شهر ابريل، هتقدر تمتحن شهر مايو، فالامور هتبقى سهله الى حد ما. طيب كمان هنقول مجموعه القرارات اللي اخذها الوزير، هنعملها لكم باسلوب مبسط وسهل مع بعض. اول حاجه بالنسبه لبابل شيت، لا يعني العوده، الوزير طبعا في تصريحاته قال لا يعني العوده لامتحانات الحفظ والتلقين، وانما نمط الاسئله كما هو، يعني النمط يا جماعه الاسئله اللي هتمتحنوا فيه هو هو، بس الاجابه فرق منفصله الكترونيا على سكانر خاص بالاداره. خد بالك من اللي جاي بقى، تقوم الادارات والتوجيه المختص بكل ماده بوضع الامتحان عقب وصول المواصفات. يعني لسه هتوصل المواصفات من وزاره التربيه والتعليم، وبعدين الادارات على حسب هذه المواصفات هتحط الامتحانات. طيب الورقة اللي هتتوزع مع الامتحان بها ملخص القواعد والنظريات، ركزوا بس في اللي جاي لأنها نقطة مهمة وشايفها إن هي مفيدة للطلب التي تحتاج، ويضعها الموجه، يعني الموجه اللي هيحط الامتحان، يعني كل إدارة لها موجه، الموجه اللي هيحط الامتحان هو اللي هيحط الورقة. بمعنى إيه؟ الموجه حاطط مثلا 10 نقط مثلا في الكيمياء، 10 نقط في الفيزياء، التاريخ، أيا ما، فهو هيضع ورقة، الورقة دي هتساعد الطالب ان هو يحل الامتحان، تساعد الطالب ان هو يحل الامتحان، ليعتمد عليها الطالب في الحل ولا دخل للطالب او المدرسه به. يطبق الامتحان على جميع الفئات طبعا، الطلاب الثانوي العام والمنازل والخاص والخدمات، طبعا دي كل الحاجات هتبقى خاصه بيهم كل. طيب كل من ادى امتحانات الترم الاول واثبت حضوره في المواد فهو ناجح، ده خلاص كلام كده نهائي واجتاز، ومن لا يحضر الامتحان لظروف قهرية يعقد له امتحان تكميلي قبل امتحان أبريل. ده كلام الوزير، أنا بأكد ده كلام الوزير، بس زي ما قلت وهقول قلت قبل كده وبقول، احنا معرضين ان القرارات بتتغير من يوم وليلة، بس ده آخر قرارات آخر تصريحات ليه النهاردة. الامتحان التكميلي 15 سؤال اختيار من متعدد تعقده المدرسة للطالب الذي لم يجتاز امتحان الترم الأول أو تغيب عنه. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ في امتحان تكميلي، في امتحان تكميلي، في ناس اللي هو ايه ما اجتاز
يعني لما اللي هيوصل له التقدير العام اللي هو راسب في كل المواد، مثلا في طالب راسب في كل المواد، طبعا ده مش هينجح، مش معنى المحاضرة هينجح، لا لازم زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده، لازم يكون تقديره في المواد كلها لازم يكون مقبول، اقل من مقبول، فبالتالي المواد اللي رسب فيها يخش فيها امتحان تجميل، ولسه تقديرات ما نزلتش حتى الآن. الطالب الذي واجهه مشكلة تقنية في مادة وأثبت حضوره فهو يعد مجتاز، يعني خلاص الطالب اللي عنده مشكلة تقنية بالتالي هو مجتاز. رقم 8، هذه التعليمات لا تنطبق أو تسقط حسب كلام وتصريحات الوزير على امتحانات الشهادة الثانوية، يعني الكلام ده يا جماعة مش هيتم على المرحلة الثانوية اللي هما طلاب تالتة ثانوي، لأ ده الكلام ده على أولى وتانية ثانوي فقط لا غير، مش هيتطبق على باقي يعني مش هيتطبق على الشهادة الثانوية. طيب إيه كمان بالنسبة للمطالبات؟ الوزير قال ان المطالبات بتاعت اولياء الامور والاعتراض على الامتحان الورقي ده شيء غير مبرر وغير مطلوب، واحنا في كل الاحوال هنرجع للتابلت عقب نهايه الامتحانات العام الترم الثاني، هنرجع من السنه الجايه ان شاء الله كمان اعلن الوزير عن حاجه مهمه جدا اللي هي، طبعا الوزير كان صرح ان امتحانات النجل ومش النائي ابتدائي واعدادي وكمان ثانوي ان هو لازم يحصل الطالب على ربع الدرجه، لكن مع مراعاه، خدوا بالكم من النقطه الجايه ركزوا بس معايا، مع مراعاه ان لو هو في كل المواد حصل على ربع الدرجه فبالتالي هيبقى راسب في المجموع، يعني انتوا فاهميني، يعني هو جاب ربع الدرجه في كل المواد هيبقى راسب في المجموع، فبيقول مع مراعاة ان ما يكونش راسب في المجموع، يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين النقطة دي، لان لو طالب جاب ربع الدرجة يعني مثلا 25% 25% 25% في 5 مواد، فبالتالي في ال5 مواد دي هيبقى جايب 125 من 500، فبالتالي هيبقى راسب في المجموع، فالوزير اكد ان الطالب لازم يكون ينجح في المادة جايب ربع الدرجة، لكن واكد على النقطة دي ان هو يكون جايب على الاقل نص الدرجه في المجموع، ودي طبعا هتتطلب من الطالب ان هو يعدي نص الماده في مواد كتيره، ده كان بالنسبه لتصريحات الوزير. انا زي ما قلت لكم بكرر تاني ان انا بانقل كل تصريحات الوزير، وكمان اللي بقوله ان القرارات بتتغير من يوم لليله، انا كل يوم بتابع صفحه الوزاره وجروب اولياء الامور وكل الجروبات اللي موجود فيها الوزير، وانا متواجد برضو في احد الجروبات بتابع الحاجات دي، اتمنى اكون وصلت لكم كل التصريحات النهارده، تنساش اللايك والتدعيم للقناه، وشكرا ليكم واتمنى اكون وفقت في نقل كل المعلومات ليكم، وبالتوفيق للجميع.